أكثر من 10 أيام على تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، وحتى الآن لا موعد ثابت لنيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان. هي الصورة ذاتها، لكن الحوارات مختلفة، فالاجتماعات المتواصلة بين القوى السياسية والسوداني تارة، والكتل فيما بينها تارة أخرى، ما تزال تطرح الأسماء الجديدة والبديلة للالتحاق بالكابينة المرتقبة وسط مطالبات بتمثيل الجميع في الحكومة الائتلافية، ما قد يضيف عبئاً آخر على السوداني في اختيار وزرائه. إلى الآن التوزيع يعني ما واضح، خلال الأيام القادمة إن شاء الله يومين ثلاثة أيام راح يعني أول خريطة راح تعلن إن شاء الله بتقسيم الوزارات على السنة والشيعة والكرد والمستقلين وبعض المكونات الصغيرة الأخرى. وسط هذا الحراك يتأرجح موعد جلسة التصويت على حكومة السوداني، والتي من المتوقع عقدها خلال الأيام المقبلة، فيما يؤخر انعقادها تدقيق السير الذاتية للمرشحين من قبل لجنة فنية يشرف عليها السوداني بنفسه. سوف يكون المعيار الأول والأخير هو مستوى المهنية والكفاءة التي تتلائم مع حجم الشخصيات المقدمة لتلك الكابينات الوزارية، لذلك موضوع التدوير وإعادة التسميات مرة أخرى هو جزء لا يتجزأ من مهام وقناعات السيد المكلف بملف تشكيل الحكومة. تقول التسريبات إن الكرد هم أول من سلم أسماء المرشحين للوزارات وأنهوا الجدل حول استحقاقهم، وبانتظار أن تلتحق بهم بقية المكونات حتى يعلن موعد التصويت على الحكومة الجديدة. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد.